أخبار اليوم. دايما نقولك اللقب بتاعك واحنا حاسين ان اللقب كان عندك فعلا. هل انت كنت حاسس الاحساس ده على الرغم من ان انت على المسرح اول ما قالوا خليل جمال لقب مذيع العرب لقينا واحد متسمر في مكانه متيس ما بينطقش، انا وانا قاعده في البيت ده ماله ده؟ ده ما فين رياكشنه ده؟ بصي انا هجاوبك وهسألك ماشي. خلينا جاوبك الأول. الفكرة كلها أن أنا أول ما قالوا لقب مذيع العرب أنا من نوع الناس لما بفرح قوي بتجيلي بصدمة نفسية، يعني عارفة اللي هو في رياكشن واحد اللي هو إيه بجد يعني ده أنا. ف وبالذات ده عارفه لما جيب تعب وجي الناس كلها قاعده بتقول لا مش ان يعني كان في بعض الاشخاص بتقول في المراحل النهائيه لا انت لو وصلت للنهايه مش انت اللي هتاخد اللقب ومش عارف ايه والتصويت مش جاي لك، اما تلاقي مره واحده ان التصويت كله جاي لك فالحمد لله يا رب. الفرحه دي وجي في دماغي وقتها ان انت والله دي ناس كتير ما تعرفهاش، يعني برغم ان البلاوي اللي الواحد بيعملها او طبعا مش بلاوي كتير عشان ما عادش يوسع بس تقصير في حق ربنا وان ربنا يكرمك في الاخر، فدي صعبت يعني الواحد فعلا صعبت عليه نفسه في الاخر يا ما انت كريم يا رب. يعني اما الحاجه الثانيه بقى، انتوا كنتوا بتشوفوا ليه ان انا مذيع العرب؟ يعني انتوا كنتوا دايما بتقولوا ان انا هكون مذيع العرب، طب ما انتوا كنتوا الاحق يعني، او انتوا كنتوا بتشتغلوا على نفسكم كتير قوي ان انتوا تكونوا في المكانه دي او تكونوا في الفاينل، وانت منهم يعني كل الناس عارفه بشهاده المشاهدين او المتسابقين، فانتوا ايه اللي انتوا كنتوا شايفينه فيا انا اصلا عشان تقولوا لا ده مذيع العرب؟ سؤال ليكي. بتعمل كل حاجه الحقيقه، يعني انت اخبار بتدي، فن بتدي، مسابقات بتدي، كمان هقول لك على حاجه، انت نيتك كانت سالكه زي ما بيقولوا كده والله العظيم، يعني انا كنت بشوف فيك قلبك ابيض وطيب وكويس، فكنت بحس ان ربنا هيكرمك عشان حاجه تانية بغض النظر عن انت كنت شاطر، معرفش ليه يعني هو ده كان احساسي. طيب الحمد لله، اهم حاجه النيه. ايوه فصفي النيه بقى الفتره الجايه عشان تسلك عشان تسلك. طب خليل الحمد لله، خليل الفتره الجايه بقى ان شاء الله هنستناك في برنامج جديد، نفسك تعمل ايه؟ لو اقول لك والله انا خارج من بغض النظر عن الاتفاق، لو انا خارج من برنامج وعايز اكسر الدنيا ان انا ممكن 24 ساعه على الهواء بس الناس هتزهق يعني. انا بحب شغلي قوي ومش هعمل حاجه غير لما اكون بحبها قوي عشان تطلع بنفس الحاجات اللي انا كنت بعملها الاول وفي نفس الشغل اللي انا اشتغلته في الراديو، الناس حبيته والناس اتعلقت بيك يعني عارفه اللي هو احنا اصحاب. فانا ناوي حتى لو برغم ان انا مش هقدم سياسه، حتى لو هقدم سياسه الناس برضو تبقى متعلقه بخليل اللي هو. بس اكيد في حاجه معينه نفسك تبتدي بيها. بصي انا عايز ابدا بالبرامج الحواريه، بالانترتينمنت، بالحاجات الخفيفه الاول لحد ما اخد على الشاشه، لان برضو الواحد لسه في الاول يعني. عمري او مش عايز في حياتي كلها ان انا اشتغل انا والكاميرا بس، يعني افضل ان انا اتكلم لمده ساعتين لا انا همل من نفسي يعني. هعرف ارتجل وهعرف اتكلم وكل حاجه، لكن لا خلاص يعني الناس عايزه جديد واحنا جايين عشان نعمل حاجه جديده، فان شاء الله باذن الله في افكار جديده حلوه يعني. اعتبر نفسي بقى واحده من اخبار اليوم ولازم اجيب لهم سبق وكده، فانت لازم تساعدني على السبق ده. لا بقول لك ايه، الناس يزعلوا مني دول مصدريني. الاتفاق اللي بينك وبين تلفزيون الحياه يعني لازم تسرب لنا اي حاجه، واما الناس دي مش هتثق فيا تاني بقى.
طيب الاتفاق اللي ما بيني وما بين قناه الحياه وابو ظبي، المفروض ان انا اتعاقد معاهم 50 زي ما الناس كلها عارفه، هعمل برامج في خلال الخمس سنين دي. طيب اعترف اعترف. الفكره كلها ان والله لغايه دلوقتي انا ما عادش معاهم، يعني لغايه دلوقتي بعد الفقره بتاعتنا اللي طلعنا فيها في الحياه اليوم، اتقال لي ان احنا هنقعد بعد اول اسبوع من رمضان. حصل كلام مع استاذ محمد الطولي، وحصل كلام مع استاذ محسن مسامير، استاذ احمد سمير او مين ان شاء الله باذن الله، علشان نقعد نشوف هنعمل ايه. قناه ابو ظبي دكتور مأمون، الناس كلها عارفه المنتور بتاعنا، وهو واحد من المسؤولين في قناه ابو ظبي او في ابو ظبي الاعلام، من لسانه بيتحضر حاجه كبيره كويسه حلوه تليق بلقب مذيع العرب وقناه ابو ظبي وقناه الحياه. ايه الحاجه الكبيره دي؟ والله ما اعرفها. قناه الحياه في دماغها ايه؟ والله العظيم ما عارف. فيعني انا اول ما اعرف هقول، بس اكيد اكيد الناس مش هتعمل حاجه وحشه ولا انا اقدم حاجه وحشه. ده اللي اقدر اقوله يعني. خليني اقول لك بس على الحوار بتاع يوسف الحسيني. انا قلت الاسامي، ولو رجع بيا الوقت تاني انا هقول الاسامي. طبيعي كل واحد فينا بيحب يتفرج على حد وما بيحبش يتفرج عليه، بس اللي انا ما كملتهوش ان انا لا انا بسمعهم وبشوفهم اوقات بحكم ان انا اعلامي مش مشاهد. هو سالني كمشاهد ما سالنيش كاعلامي. كاعلامي انا بتفرج على الناس كلها، لان كل واحد فيهم عنده خبره اعلاميه، واحنا عندنا مثل بيقول اكبر منك بيوم بيعرف عنك بسنه. فطبيعي هيكون عنده حاجه انا ممكن اتلاشاها ما اعملهاش تاني، حاجه عنده انا ما بعملهاش اعملها اكسب بيها الجمهور. فدي اللي انا ما كملتهاش. يوسف الناس كلها بتقول لي لا ده هو عمل معاك وزنقك وحرجك والكلام ده كله. انا شايف لا، انا شايف ان احنا كاعلاميين من حق الناس تسالنا اي سؤال ونجاوب عليه، واحنا نسال اي سؤال والناس تجاوب عليه. فيعني ده حق لينا وحق ليهم. الناس بتقول لك يعني انه انت في بدايه حياتك ما تخسرش جزء من مشاهدينهم مثلا. في واحد فينا في الدنيا ماشي من غير مبادئ، من غير ما يكون ليه انتماء هنا او هنا، من غير ما يكون زملكاوي او اهلاوي. احنا ايه المشكله بالنسبه لنا ما يكون في شخص مثلا بيحب النادي الفلاني او ما بيشجعش النادي العلاني؟ طب ما انا بحبه ولكن ما بكرهش التاني. يعني مش هقابل واحد اهلاوي اتخانق معاه واعمل معاه الليله. لا يا عم انا بحترمك وعلى راسي من فوق، بس انا شايف ان ده احلى، يعني ده احسن. فيا حر يا حتى لو حبينا نسال خليل عن بعض المواقف الصعبه اللي انت مريت بيها في مذيع العرب، ايه مثلا اصعب موقف مريت بيه؟ بص، يمكن من اصعب المواقف اللي انا مريت بيها هي لحظه الزبط، يوم ما طلعت الزبط. صعب ان انت تطلع في نص النهائي بنتائج سيئه، رغم ان انت اشتغلت بشهاده الجميع، رغم ان انت عامل انترفيو مع مال علمي بشهاده الجميع حلو مع السؤال الاول. يعني انا المدرسه اللي انا بكسب الضيف الاول، بشيل الحاجز اللي ما بيني وبينه في السؤال الاولاني، ما بدخلش من الاول انت ليه عملت واحد اثنين ثلاثه؟ ما ممكن تتكلمش منك الاجابات بعد كده تكون مختصره. لا انا عايز تبقى في حاجه قاعده فريندلي بعد كده نقدر ان احنا ناخد الضيف مع بعض. فانا شفت اتصارح معاك بجد، يعني في بعض الكلام والحديث كده عن البرنامج كان ماشي ببعض السياسات. بعض السياسات ازاي؟ خلينا نكون صراحة مع بعض، بعض السياسات المعينة مثلا منى أبو حمزة قامت، الإعلامية منى أبو حمزة قامت في بعض الحلقات وسابت الحلقة ورجعت تاني. في بعض الناس قالوا، مش إحنا اللي بنقول، بعض الناس قالت إن في ريت الأرقام بيتحط بطريقة، في أحاديث تانية اتقالت. كلمني عن بعض الحاجات دي. طيب خليني أقول لك على الموقف اللي قالت فيه أستاذة منى أبو حمزة واللي إحنا بعد كده استفسرنا عنه. قامت لعيبه الدرجات بتاعت المشي والزبيط في الاسبوع، ما كانتش قبل كده مع متسامين يعني مع متسامين المتسامين ومحمد شنيبي، لانها شافت ان السؤال بتاعه كان يستحق انه ياخد الدرجه النهائيه اللي هي ال 20 من 20. الدكتور مأمون بعد كده فسر وقعد معانا كلنا، قال لنا اللي حصل انا بدي الدرجات على اللي انا بشوفه من اول الفقره لحد نهايتها، يعني الدخله بتاعتك اللي هي الاستاد اللي انت بتعمله في الاول، من بعد كده الاسئله بتاعتك المباشره البسيطه اللي كان حريص عليها جدا لحد ما بتيجي تختم. انت كسبتني ايه من الفقره دي؟ عيشتني معاك ولا لا؟ وصلت معاناه او وصلت معلومه ولا لا؟ فاللي حصل ان هو شاف ان محمد ما عملش الكلام ده، شاف ان الحلو في محمد السؤال فانت الدرجه على السؤال، لكن الباقي اللي كانوا موجودين او اللي خد درجات اعلى منه لا، الناس دي عملت ستاندرد كويس، عملت سؤال كويس، عملت خاتمه كويسه. ف انت الدرجات دي فهي فين؟ فعشان كده جت الحلقه اللي بعدها قصدك. اما السياسات، انت قصدك ان هو في انحياز لبلد على بلد.
يعني كده وكده الكلام ان الارقام كانت بس بتتحط من جوه وفي ناس قالت ان في بعض السياسات قالت ان هيكسب مصر لا اللي هيكسب فلسطين عشان هم لو متعاطفين مع اللي هيكسب لبنان الا طب انا اقول لك على حاجه انت كمشاهد كنت ازاي بالظبط؟ يعني انت مشاهد قاعد قصاد شاشه شايف الدنيا عامله ازاي؟ احنا كمتسابقين مش عارفين اللي بيحصل في الكنترول ايه؟ يعني لو قلت لك اه لا ده كان في نقل من السياسات هكون كذاب، ولو قلت لك لا 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 والله ده ما كانش في نقل في السياسات برضه هكون كذاب لان انا ما شفتش. فالحاجه اللي انا شفتها معناها الحاجه اللي انا شفتها مع خليل خليل ولا كان ابوه صاحب قناه النظام ولا قناه الحياه ولا كان سامي عربي عشان خاطر يصوت له بالمنظر الرهيب ده. فاللي انا بشوفه ان لا احنا ناس تعبت وصلنا لمراحل مهما كان اللي خرج في مرحله قبل او اللي كمل ناس تعبت واشتغلت على نفسها صح عشان توصل بصوت الجمهور وتوصل لها حاجه كويسه. لكن سياسات ايه بقى؟ كل حاجه رزق ربنا وبتاعت ربنا اللي الناس بتشوفها. فبس بالتالي انا بقول لك ان انا خدت اللقب وانا قاعد وانا ماليش اي مصلحه ولا اي واسطه في الـ في الـ في البرنامج. كنا بنقعد انا ونميس احنا هنخرج يعني لو بنحسبها زي كده بنقول لها بقول لك ايه؟ بتقول لي لا انا انت اللي هتاخد اللقب ولا مين اللي هياخد اللقب؟ لو الموضوع بسياسات زي ما انتم كلكم بتقول او في الكواليس او الناس على السوشيال ميديا فلا يبقى انا مروحتها. في آخر اللقاء بنسلم نجوم مذيع العرب لميس سلامة وخليل جمال نجمة أخبار اليوم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر رزق. ألف 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 مبروك وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا خليل. ألف ألف مبروك ومشرفنا دايما في مصر وفي العالم كله. ربنا يخليك. شكرا ليك يا خليل وشكرا لاخبار اليوم انها استضافتنا. تحياتي لمصر.